إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم في الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الإخوان. فلوك ديال اليوم الإخوان درتو تحت طلب بعض المتتبعين، الحمد لله ما تنسوناش، كي تتصلوا بنا الحمد لله وصيفتنا الله في الواتساب، تبارك الله عليهم، تحياتي لهم من هذا المنبر. وما ديال الإخوان ديال الحياة ديال الكساب مع الأجواء الحمد لله ديال الشتاء، تبارك الله، كما تشوفوا يعني لقيت ديال الشتاء الاخوه راه ما يحس بها غير الفلاح، الله يدير الخير. هنا كما تشوفوا معنا الاخوان زريبه، راه تبارك الله مبرطه الحمد لله، الغنم تبارك الله راه شاده الربيع، والله ما يسر. وهذا ميساج الاخوان، بغيت نوصلوا لجميع الفلاحه والكسابه اللي ضروري خص الانسان خصو ضروري يعاون، ماشي ان شاد السارح ولا شاد شي واحد يعني صافي راه غيتكلف بكل شيء، راه الله يحسن العوان. حتى بالنسبه للسارح راه الا كان بوحديتو راه صعيب عليه الحال، يكون الزريبه ويكون الكوري خصوصا في هذا الوقت هذا الاخوان راه صعيبه. الغنم راه غير الا بات نهار واحد لا يومين راه دغيا دغيا غادي تغيس، خصوصا الزريبه الا ما كانش شطبات لمده كثيره راه غادي تغيس. حتى حنا الاخوان راه تلقاو صعوبات كثيره، راه ماشي غير تنعطيو كسيبه ونسمحو فيها، راه ضروري غادي تبعها من اللور وتجيب لها الماء ودي لها العلف وضروري من الدواء ديالها. هاد الوقت الاخوان صراحه راه قاصحه لا على السارح لا على مول الشي، كلشي قاصح عليه، الله يدير الخير. الاخوان يعني حتى بالنسبه للسارح حتى هو صراحه راه قاصح عليه الحال بزاف، يعني ماشي بوحديتو غادي يقدر يدير هادشي كلشي، ضروري من المساعدة ديال مرشي. الإخوان كما تشوفوا راه شطبنا الكوري، وصراحة الإخوان قررنا أننا نبدلو الزريبة نردوها هنا أحسن، من الأحسن نردوها لهنايا، لأن يعني البلاصة الأخرى اللي وريتكم اللي بدينا فيها في الأول واخا غادي نجيو نشطبوها غادي تبقى مغيسة بزاف، والحمد لله كاين اتساع، قررنا أننا نديرو الزريبة نبدلوها هنايا. يعني راه ديجا كانت عندنا هنا الزريبه بعدا، ومن الاحسن الاخوان في هذا الوقت هذه فاش تكون الشتا بزاف من الاحسن الواحد يكثر الزرايب، يدير جوج زرايب ولا ثلاثه على حساب الاتساع اللي عنده. هنا كما تشوفوا الاخوان حنا راه درنا الكرياج، صراحه ما كاينش اللي غادي يبدا يصور، انا اللي تناخذ بعض اللقطات وصافي. هنا راه الكرياج الاول راه حنا دورناه، غادي نكملو الكرياج عاوتاني التاني، ها هو دار هنايا حنا حولناه، هادو الوتاد باش غادي ندورو ان شاء الله، والله يدير الخير ونتمنوهم الله تيسير. نتمنى الاخوان يعجبكم فلوك، بالنسبه للناس اللي وصلوا معنا الدقيقه ما ينساوش يخليونا البصمه ديالهم، اللهم يسر. هنا الحمد لله راه حنا غادي نوقفو دوك لي بيكي، اللهم يسر. صراحة تزريبة هنا جات مزيانة الحمد لله.